خد بالك الشحاته برضو ده مجال وله مواهب وشغلانه. يعني انا اتذكر الشحات الكلاسيكي بتاع زمان لو بدا ينقرض بالفعل، يعني الشحات التقليدي ده اللي هو اسمه الحركي شحات ابو كف، لو بيجي مد ايده عادي، البس لبس مقطع، استخدم جمل عاطفيه، ادعيه محفوظه، حسنه قليله تمنع بلاوي كتيره، انا لك فعل الخير والثواب، التقليدي فاهم، حاجه قديمه زي ده انقرض. مفيش بقى، هو مش متابع الشغلانه بتتطور، مش ابديتد بالجديد في مجاله، وما ده كده مش صح، هو ضيع نفسه في حاجات اظرف كتير. عندك مثلا الشحات اللي متغرب ده بيحكي قصص، روائي، الراجل ده روائي طبعا له احترامه، عنده دايما لازمه اللي هي وانا نفسي اروح بلدي، دايما يتكلم كلام وفي الاخر يقفل وانا نفسي اروح بلدي. ده بيبقى عنده قصه مش مؤثره اطلاقا، مجملها ان هو ضفدع بشري مصري رمته طياره هليكوبتر في المكان ده، يقول لك انا حضرتك من قريه السمبساوي وزور ابن خاله امي وتذاكر القطر داس عليها وهي بتشرب وفلوس التذكره اتسرقت بعد ما اتحرقت وفي الاخر وانا بدي اروح بلدي، يقوم قافل الكلام بنفس الحته. فهمت؟ ده تعمل معاه ايه بقى؟ ده تطمنه، ده مش محتاج فلوس، ده عايز يطمن، عايز احتواء. انا بقول له كده، بقول له ما تقلقش، الاسبوع اللي فات قابلت حوالي 18 واحد في نفس حالتك، كلهم من قريه السمبساوي، كلهم معانا هنا ومفيش حد في بلدكم خلاص دلوقتي، خليك معانا، يعني لو رجعت هتلاقي بلدك فاضيه، خليك معانا بقى. اطمن، هو كده اطمن. في بقى نوع من الشحات صايع جدا، محتاج تدريب ومحتاج قبضه قويه، خدت بالك؟ ده الشحات اللي بيدخل عليك مدد ايده بالسلام، هو بيسعى للسلام، عنده رساله السلام، اسمه العلمي زهان شيكر، ده طبعا ايه بتضطر تسلم عليه، قفش خلاص، الراجل خد ايدك تاني، يفضل قافش في ايدك لحد ما يحكي لك تاريخه بالكامل، ذكرياته، الامه، عجزه، كل مقاسيه. ده الحل بتاعه ايه بقى؟ انا اقول لك بقى، تعمل نفسك محتاج تطلع فلوس بايدك، تسلد ايدك، تخلع ما يشوفكش تاني، اصل هي محتاجه فاهم، محتاجه سنس عشان تتعامل معاه. التويست ده هو اتمرن على قبضته، انا اتمرنت هنا في الدماغ. في بقى الشحات الرياضي بقى، البطل الاولمبي، يجري جنبك من غير ملل او ياس، جنب عربيتك، منتهى الرشاقه والثبات، عالمي. ده مستو ايه بقى؟ لو ما اديتلوش حاجه ما يزعلش، ليه؟ روحه رياضيه، اولمبي. النوع ده بقى لما بيعتزل بيدرب السايس اللي بيجي لك جري وانت خارج من ركنه، اشتغل مدرب لنا، فاهم اللفه. في عندك كمان نوع شحات ذكي جدا ورومانسي، بص هو رومانسي سلاش انتهازي، عشان لو عايز تسيرش عليه، بيستغل لحظات التوهج العاطفي بين المحبين، بيقتنص اقصى حالات الضعف الانساني الشفاف، ويعتمد على ان مشاعرك بتكون محلقه في اعلى درجاتها دلوقتي، ويقرص بقى واطي جدا. واخيرا النوع الاكثر رعبا على الاطلاق، الشحات الزومبي. لا ده وحش، ده اللي بيظهر في منطقه من الاتنين، يا اما تليه في المقابر وانت طبعا معيط ومتاثر وعامل ده هيرحمك، خش بقى يكمل عليك لان انت بالنسبه له انت جاهز. الشحات الزومبي اللي من النوع التاني ده الشحات المسرحي بقى، ده راجل بيفهم في المكياج، اكسسوار، ملابسه، حاجه، واخد وقف اضاءته، يتكلم بصوت فيه بحه هزه، يتنفس بصعوبه، يتكلم بالاشارات، طبعا معاه كميه اشعه وروشتات مضروبه بالهبل. ده على فكره ده هايل جدا، انا مره شفت اديته فلوس قلت له بص انا على فكره مش مديك فلوس عشان تتعالج، لا فوق، انا هارش، انا زميلك بالمناسبه فنان وكده وانت عجبتني، يعني انا اشكرك بس خف الميك اب، حط الفلوس في الروشتات وطلع يجري، فقلب اولمبي فجاه وبقى زي الفل. بقول لك ايه، بص انت عارف المشهد بتاع النهارده اتلغى، انا كنت محتاج 20 جنيه عشان اجيب غدا بس، ها، لان انت عارف انا من قريه السمبساوي اساسا وبحتاج نقل دم. لا ما انا هروح انا اجيبهم لك انا من عند الحاجه دلوقتي. لا اصل انا قاعد هنا بقالي كذا يوم. ما هاجيلك انا، هاجيلك بقى بعد كده. بقول لك سلم عليا. طب يا عم بقى حل عني بقى يا عم، انا بشحت منك ايه الناس دي.